شنو نقول لك، العرض قليل يعني من عادم فنسولا والطلب كثير، هذا هو اللي كاين، والأسمنة خيالية، هادشي اللي واقع دابا. ما كاينش الحوت، ما كاينش، ما عندناش من غنشريو الحوت. لا لا، وشكون عباد الله كلشي مشى كيعيد مع وليداته، هذا هو اللي كاين. ماشي ما كيكونش الإقبال، كاين الإقبال ولكن الحوت ما كاينش، هذا هو المشكل دابا اللي كاين. أما الإقبال موجود الحمد لله، ولكن الناس ما لقات ما تشري. كيجي كيسولوا ولكن ما يمكنش نعطيو شي حاجة اللي ماشي هي هذيك، مارشي سونترال هذا ماشي أي مارش، خصك تعطيهم الجودة. فهمتي ولا عندنا ديك اليوم اللي ما نقدروش نغشوهم أو ندير معاهم، هذا هو اللي واقع دابا. لا في المرسم، وكو كان في المرسم غيكون عندنا هذا سوية سير وسير تاعها، واخا كنجيبوه من البلايص أخرين، ولكن الكليون ديال المارشي سونترال يعني واحد النوعية خاصة، ما يمكنش أنك دير معاه شي حاجة اللي ماشي هي هذيك، هذا هو اللي واقع. أسمينة خيالية، يستحيل إنسان عادي مواطن مغربي عادي ياكل حوت، باش نكون واضحين، يستحيل. السر ديال كنا كنشريو هاد الايام الاخيره اليومين بديك 28 30 الف فرنك، فهمتي 280 300 درهم فهمتي ولا هذا. صول 2100، ميرنا 1700 1800، القمرون حتى هو 2500 2600. أسمينة خياليه يعني، ما يمكنش قلت لك اي انسان عادي تكون في المتناول ديالو، هادشي اللي كاين. لا من ان شاء الله ضروري غتكون الامور مزيانه ان شاء الله الرحمن الرحيم، نطلبوا من الله تيسير، هذا هو اللي كاين. والاسعار فهمتي ولا سا ديبون، داكشي بيد الله سبحانه. الاسعار بحال البورصه، كان العرض كثير راه فهمتي ولا لا غادي تكون، ما كانش ما عندنا ما نديرو. انا نقول لك واحد الكلمه، ما كاينش شي قانون كيقنن انني انا نشري الحوت ونعود فيه البيع، ما يمكنش. انت كتشري وكتعود فيه، وانا كنشري وكنعود فيه، كل واحد من حقه انه يشري ويعود فيه، يعني ما كاينش شي قانون فهمتي ولا اللي رضعي او اللي كنقول مثلا دابا حتى الشناقط اللي كاينه دابا في الحوت هي راه ما كاينش شي قانون اللي كيحكمها. اذا ما عندك ما دير، انت شريتي وبغيتي تبيع ما من حقك، جو بي ريان فيغ، انا ما عندي من. وشكون اللي غادي يحاسبك في الجوله؟ لا، انت شريتي ب 100 درهم باغي تبيع لي ب 110 درهم، يعني واش انت درتي شي حاجه مخالفه للقانون؟ ما كاينش شي مساطر قانونيه اللي تلزمك انك فهمتي ولا ما تبيعش بهذا الثمن، هذا هو اللي كاين. لا كاينه وموجوده، ولكن اللي قلت لك المشكل اللي كاين، انت كتشوف مارشي سونتر يعني ما كاينش الحوت، هذا هو اللي كاين. وخا الحوت يكون غالي غادي نجيبوه، ولكن الحوت ما كاينش، يعني حتى المصدر من غنجيبوه ما كاينش، هذا هو اللي كاين. وهذا راحه هذه.